معدم كافي معكم مشاهدينا بفقرتنا الصباحية الأولى وفقرة أنونية. بظل الفوضى والانهيار الاقتصادي اللي عم نعيشه اللي بيعزز معادلة الثري يزداد ثراء والفقير يزداد فقرا، شو هو قانون حماية المستهلك وشو هي دور الرقابة لمديرية حماية المستهلك؟ أسئلة رح نطرحهم على ضيفنا المحامي أستاذ سليمان مالك. أهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير. أستاذ سليمان، وقدرت توصل لعنا مثل ما عرفنا أكيد نوعا من الأعجوبة شاق طريق مسار شاق صح من الطرقات والأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها بالبلد. أستاذ سليمان، من هيدي الأوضاع اللي عم نعيشها هي يعني مثل ما قلنا الفوضى والانهيار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالأغذية والمواد اللي بنستهلكها، وبنعرف إنه في قانون كمان بيحمي المستهلك. يا ريت بتعرفنا أكثر عن قانون حماية المستهلك. نحن بنعرف انه قانون حمايه المستهلك لا يعني قديش مدى اهميته، لانه كلنا كمستهلكين يعني كمجتمع مستهلك بيكون يعني. لهيك اجى هالقانون، وتحديدا جون كينيدي من عم نحكي من 60 سنه قال لهم جميعنا يعني اكيد بكتابه انه مستهلكين. فبالتالي هالأهمية من المفترض أنه على الأجهزة الرقابية أو المعنية، يعني نحن هون بلبنان مثلا وزارة الاقتصاد والتجارة، واللي ضمنها في ضمن تكوينها أو هيكليتها الإدارية عندك يعني المديرية العامة، في ضمنها مديرية حماية المستهلك اللي كانت بالسابق مصلحة حماية المستهلك. نحن أكيد كنا عم نطبق قبل النصوص العامة لحين صدور القانون 659 بعشرة، يعني هو صدر بأربع شباط 2005 ونشر بالجريدة الرسمية، ولحقوا ثلاث تعديلات آخرها بال 2014. هذا القانون إجا يعني حط الإطار لكل العملية الاستهلاكية من بدايتها من اطرافها، يعني اكيد كمستهلك وكمحترف، اكيد حط المصنع، يعني اجا حط هالمصطلحات حتى يكون عم ننظم العملية الاستهلاكية، والهدف هو حماية المستهلك بالنهاية لتأمني شفافية في إطار التعامل وتوفري له الحماية، و يعني هيدي ضمن إطار الأهداف اللي إجا على اساسها، وتامين له المعلومات يعني وعدم يعني المعلومات الكافيه والبيانات الاساسيه حول السلع والخدمات، لانه هون نحن بنميز بين سلع عم نشتريها كمواد استهلاكيه وكخدمات عم بيأديها محترف، يعني بيدخل بالخدمات، عندك خدمات طبيه، خدمات الهندسيه، كل شيء خدمات امور الكترونيه بيأديها الشخص يعني كخدمه مش عم بيقدم كسلعه. كل هاي الاعمال إجا ميزة، وأكيد أشار إلى مسألة أنه عدم وقوع المستهلك بالإعلان الخادع. وأكيد بعد 2005 رجع صدرنا نحن مرسوم رقمه 3380 بال 2016 نظم كيفية صدور الإعلانات، يعني ميز بين الإعلان يعني الجاذب للمستهلك لشراء السلعة والإعلانات أو المحظورات اللي ما بده يكون المعلن عم يوقع فيها، وإلا بيكون عم يلحق فيه أو عم تترتب عليه المسؤولية. هيدا يعني بشكل عام كأهداف قانون حماية المستهلك. إذا بدنا نجي يا أستاذ سليمان على الواقع اليوم، نحن والقانون نجرب قد ما فينا نحكي عن الواقع، ما مدى تطبيق قانون حماية المستهلك بالواقع حاليا؟ نحن بدنا نعرف وقت اللي عم نقول بقانون حماية المستهلك، يعني ما بدنا نحصرها بمسألة شراء مواد غذائية وبس، يعني كعمل سوبر ماركت أو يعني كتجار مستهلك بشكل عام. صحيح. نعم. المستهلك نحن وقت اللي عم نقول مستهلك في المحترف، المحترف لا أنا الآن بدي وصل. نعم. من خلال حديثي أنه لأقول للدولة وقت اللي بتكون هي المعنية كمراقبة وإدارة والمحافظة على العملية الاستهلاكية، هي كمان تعتبر بحالات محترف، لانه اجى القانون عرف يا بيكون من اشخاص القانون الخاص او من اشخاص القانون العام. نعم. يعني وقت عم نقول اشخاص القانون العام عم نحكي القطاعات العامه، مثلا رح اعطيكي نحن بامور بنكون علاقتنا ضمن قطاع خاص بنكون نحن كمستهلكين، ولكن ضمن القطاع العام وقت بقول الدوله هي المحترف، يعني مثلا الخدمات الهاتفيه، الكهرباء، المي، ما نحن مستهلكين للدولة اللي هي حريصة عليهم. نعم. وبالتالي دور الدولة هي كمحترف وكجهاز أو كسلطة
رقابية في تأمين سلامة العملية الاستهلاكية. نعم بشكل مختصر يعني نحن إذا كنا عم نقول كدورة الرقابي عندك أنت وزارة الاقتصاد والتجارة بهالقانون كرس عدة أحكام بدها تكون عم تتولاه للحد يعني عدم وقوع العملية الاستهلاكية وكون المستهلك هو الطرف الأضعف نعم لأنه هو بينقص المعلومات حتى أحيانا الخبرة ب خاصة بهالأيام. صحيح نعم يعني بجوهر العملية الاستهلاكية هو الحلقة الأضعف لأنه المحترف البروفيسيونيل هو شخص متمكن عنده القدرة المادية عنده المعرفة حول خصائص وتفاصيل أو مميزات السلعة أو الخدمة. لهيك على الدولة اجت هي لتعيد التوازن يعني كوزارة اقتصاد من خلال الأجهزة الرقابية الموجودة عندها نعم وتحديد مسار يعني مش فقط المراقبة كتفتيش عندك كمان الاستعانة بالضابطة العدلية أو يعني كقضاء كمان ليكون عم بيواكبها أو عم تاخذ الإشارات لكيفية المداهمات والتحقق من المخالفات بشكل فعال ولوضع حد لمسار المخالفات اللي عم بتكون عم بتشوب العملية الاستهلاكية. نعم إذا بدنا نحكي عن المخالفات، عديدة المخالفات أستاذ سليمان اللي صارت بالآونة الأخيرة بالأشهر الأخيرة خاصة مع ظهور بضائع المدعوم من قبل الدولة، قديش قدرت لأي حد إنه تكون عم بتراقب الدولة من خلال مثل ما قلت المديريات اللي عندها وتكون عم تفرض رقابة على التجار وممكن عم تكون عم تعمل عقاب معين، لأنه شفنا كتير تجار كانوا عم يحتكروا البضائع المدعومة ويرجعوا يبيعوها بأسعار من بعد ما تروح فترة المدعوم إذا فينا نقول. يعني مسألة الرقابة يعني نحن بنعرف كوزارة اقتصاد عند الجهاز الرقابي خلينا نقول هو عدده قليل بالرغم أنه موزع ضمن المصالح الإقليمية يعني عم نحكي ضمن الدوائر أو ضمن المحافظات محافظة. يعني هيدا الجهاز الرقابي هو منتشر على الأراضي اللبنانية بس أكيد وقت اللي بيكون عندك أنت نحن اليوم لأنه منا بوضع طبيعي هي عم تمارس دورها الرقابي صحيح رح تكون هي بحالة استنفار بظل الوضع الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاستثنائي لهيك نحن بظل هالمتغيرات هي كان عم بيكون عندها دور رقابي ووقت اللي عم بتكون عم تعمل جولات الكشف الروتينية ما بدنا نقول نحن عرفوا في مخالفة بأي مكان نعم. عم بيتم تنظيم محاضر ضبط عم بيتم حجز أو ضبط هيدي المسألة تحديدا بمسألة البضائع المدعومة لأنه كنا نحن عم نشوف أنه عم يتم خلينا نستعمل هو ما بدي أقول كاحتكار عم يتم تخبئة يعني هيدي المواد لأنه من بعض التجار للاستفادة من سعرها بمرحلة لاحقة ولكن هيدي كانت مسألة ضبطة سهلة إلى حد ما لأنه نحن عم نعرف أنه التاجر اللي عم بيبيعها والمصنع أو الشركة اللي هي بتوزعها آلية مراقبتها كانت سهلة من خلال الفواتير والكشوفات كيفية استلام البضائع يعني تواريخها قدروا خلال مراجعة يضبطوها وكيفية الحد منها نعم لكن الخطر هي مسألة الاحتكار اللي هي نحن حتى عم نشوفها بمسألة المحروقات يعني مش بس بمسألة المواد الغذائية الاحتكار هو نص عليه يعني في عنا قانون خاص له بيرعى الاحتكار بالظروف العادية يعني إذا نحن تاجر عم يحتكر مواد غذائية أو مواد أولية للاستفادة من سعرها يعني عم بحد من المنافسة هو هون في إلى أحكام خاصة كمان على قانون مكافحة الاحتكار أو توزيع السلع بالأسواق نعم إذا بدنا نحكي أستاذ سليمان عن المحاكمات كيف القانون بنص على محاكمة أو معاقبة الأشخاص اللي بيقوموا بمخالفة بحق المستهلك نحن وقت نقول المخالف يعني خالفوا قانون حمايه المستهلك او المراسيم اللاحقه يعني لهذا القانون نعم. انشا القانون محكمه استئناف خاصه يعني نحن كان قبل 2014 كان اي مخالفه عم يتم ارتكابها وقت بيتم تنظيم محضر ضبط بحق المحترف يعني التاجر عم يتم احالتها الى القضاء بعد ما يتم الادعاء عليه بحلول القاضي المفرد الجزائي وبتسلك المحاكمه وفق القانون العادي، اما بعد 2014 تم انشاء محاكم يعني هي محكمه الاستئناف والى اكيد طابع جزائي محكمه استئناف جزا ضمن المحافظات هي بتنظر
مباشرة يعني كدرجة أولى بهيدي المخالفات اللاحقة بقانون حماية المستهلك. أكيد بده يكون في ادعاء نيابة عامة يعني لتحريك دعوى الحق العام بالاستناد للجرائم اللي كرسها قانون حماية المستهلك أو قانون العقوبات يعني مخالفة الأنظمة الإدارية أو معايير الغش. يعني في عندنا نصوص عامة ونص خاص. حكماً المحاكمة عم تخضع لقانون الأصول المحاكمات الجزائية، ولكن في عندنا مسار، نحن قلنا مسار قضائي وعندنا مسار إداري قضائي. يعني ليش عم نقول إداري قضائي؟ لأنه عندنا نحن بعض النزاعات أو تفسير أحكام قانون حماية المستهلك، هيدي نص القانون على وساطة، وساطة ولجنة حل النزاعات، ولكن الوساطة هي محصورة بالنزاعات الأقل أو ما بتتجاوز 3 ملايين ليرة، وهي أكيد بتوليها موظف، عم نقول إداريا موظف بوزارة الاقتصاد من الفئة الثالثة. أما لجنة حل النزاعات عم نقول لها طابع إداري وقضائي لأنه بترأسها قاضي، وبالتالي عندما تفشل الوساطة أو في حال النزاع كان بيتجاوز 3 ملايين ليرة عم بيروح النزاع أمامها للبت فيه، ولكن كمان في إجراءات وفي مهل وفي جلسات بتتم منظمة بالقانون. بس هي أكيد ما بتغني عن الملاحقة أمام القضاء العدلي الجزائي يعني تحديدا والمحكمة الاستئناف اللي كنا عم نحكي عنها. استسلاما. إذا بدنا نحكي شوي، مثل ما بنعرف كمان في مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، شو بتتميز المديرية؟ هل بتكون عم بتطبق أحكام قانون حماية المستهلك أو عندها بنود خاصة؟ المديرية أكيد هي لنا تابعة للمديرية العامة، هي جهاز بتستلم كافة الشكاوى ومراقبة العملية الاستهلاكية. يعني هن المفتشين أو المراقبين التابعين لمديرية حماية المستهلك هن لازم يكونوا المؤتمنين بشكل أساسي وأولي لتوفير الحماية للعملية الاستهلاكية وللمستهلك. يعني نحن عم نقول يعني بده يوفروا له المعلومات الكافية، عم بيوفروا ضبط السوق حتى ما يكون في عمليات غش وإعلان كاذب و يعني استفراد بالمستهلك بطريقة عدم الالتزام مثلا بناحية الفاتورة، عم نقول بناحية المطابقة للمواصفات بكل او مطابقه للشروط، يعني غير مواصفات كيفيه السلعه وتكون هي متوفره من الناحيه العلميه والتقنيه. في عندك شو بيتفق المحترف والمستهلك على شروط عم بتتم تصنيعها بناء لطلبه، يعني كل هودي الامور تدخل ضمن او سلطه مديريه حمايه المستهلك، وهي عندها الدور كمان يا بطريقه المبادره الفرديه من قبلها ل مراقبة السوق أو بناء على الشكاوى اللي عم توصلها من المستهلكين بتكون. أستاذ سليمان، هلا إذا في شخص مستهلك كمان حس بعملية غش أو عملية استغلال من قبل أحد التجار، أو مثل ما قلنا ما فينا نحصر الاستهلاك، ما فينا نحصره بالمواد الغذائية أو بالسوبر ماركت، إذا بشكل عام خلال عمليته الشرائية حس باستغلال أو احتكار، هل في رقم خاص في يكون عم يتصل عليه ليكون عم ياخذ حقه او بيقدم شكوى؟ هو اكيد عاملين هن خط ساخن، واكيد في عملوا تطبيق ابلكيشن يعني المستهلك فيه اللجوء لها او الاتصال يعني بالمديريه. ولكن نحن بدنا يعني نحط اليوم بالواقع اللي نحن اليوم عايشينه، يمكن الاتصال ما يكون متوفر، وبالتالي ضبط السوق بده يعني او عمليه الاستهلاك بدها متابعه واستنفار بشكل على الارض، يعني بده يكون. وبالتالي نحن هيدا اذا كان حاله التاجر، يعني عم نقول نحن ما في بقى التزام باي شفافيه واي مناقبيه في تاديه العمل. فما يعني ما بدنا نحن نحطها انه كل السوق هو بحاله فوضى للايقاع بالمستهلك، لا، نحن عم نقول انه في بعض الحالات راح يكون في استضعاف للمستهلك او عدم اعطائه المعلومات، او حتى بمساله الثمن. يعني نحن اليوم الاخطر بيقولوا لك السلع والمواد نحن بدنا تنباع بالليره اللبنانيه، بالوقت صحيح بتفوتي على اي متجر بتشوفي السعر بالليره اللبنانيه، ولكن هو عم بيكون بما يقابل سعر صرف الدولار الامريكي. طيب عندنا بعض المعدات او الامور الالكترونيه بتلاقي ملزمه انت دفعها بالدولار، يعني معلن عنها بالدولار الامريكي.
هي المبدأ مخالفة للقانون، وبالتالي أي مستهلك ما رح يجي يعمل نزاع، يعني بيعرف حقه 500 دولار رح يروح يقول له اليوم على سعر السوق وأكثر يمكن من سعر السوق، يعني إذا اليوم 19 يمكن يبيعه هي ب 20. نعم. هودي الأمور ما عم بيتم، ولا يعني شفنا بعد أي حالة تم ضبطها بطريقة فعالة، وإلا كانت انتظمت الأمور. لهيك نحن بظرف استثنائي كثير صعب، عم يدفع ثمنه المستهلك، يعني هو المواطن المستهلك عند الإقدام على تأمين حاجاته الشخصية أساسياته. نعم. والأساسية. وهون لازم ضروري نفرق على شغلة، أنه القانون ميز يعني المستهلك هو للاستهلاك الشخصي، لأنه يمكن يكون مستهلك المحترف يكون بحالة تاني هو مستهلك لحاجاته الشخصية، ولكن إجا حط معيار فرق فيها القانون انه شرط ان لا تكون لحاجاته المهنيه ولتامين سير العمل عنده. نعم. يعني استهلاكه لو كان شخص هو محترف عم يقدم على عمليه استهلاكيه بيستفيد من الحمايه اللي بيوفرها القانون، واكيد التدابير اللي عم تاخذها بتكون وزاره الاقتصاد. نعم. بنهاية حلقتنا أستاذ سليمان، بتعرف على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والظروف صعبة جدا، وأكيد نحن ما بنعمم، بس في ممكن استغلال أو احتكار من قبل التجار لبعض السلع. كيف فينا نكون عم نقدم بعض النصائح القانونية للمواطنين، للمواطن الضعيف واللي عم بيعاني بظل هذه الأوضاع ليكون عم يحمي حاله كمستهلك؟ نحن اليوم بالوضع، يعني تحديدا عم نحكي بذل كورونا، كنا من 2019 والوضع الاقتصادي، يعني خلينا نحكي هو في بعض الاحكام يعني نحن مشتركه بين القانون الداخلي قانون حمايه المستهلك والامور الدوليه، يعني على صعيد الدول. الحمايه اول شيء اكيد الوصول للمعلومه عن خصائص السلع، وبالتالي اذا بنشوف نحن اليوم زادت الشراء عبر يعني على الويب سايتات او اونلاين، وبالتالي بتلاقي انه القانون نحن راعى هيدي الاحكام، يعني قلنا نحن عمليه الاستهلاكيه او الشراء اللي بيتم بمحل التاجر، والعملية بتتم عن بعد يعني بواسطة ديليفري على التليفون، أو نحن بنشوف العروضات على صفحات وبتم شراء أو بتم تأمينها للمنزل. هودي أكيد بده يكون هو عم يتحقق من كافة المعلومات، وبده يفوت على الإعلان الحاطط يعني اللي مقدم فيها يعني عم نحكي كإعلان عم يعطي انفورماسيون، يعني ما عم يعطي ببليسيتي كإعلان بس ترويج للسلعة، يعني اللي عم بيكون فيها تأدية معلومات حول خصائص السلعة حتى تكون عم تتطابق او عم تتوافر مع حاجته لهيدي السلعه، ويتاكد او يتحقق انه هيدي هي المواصفات بده هي بهيدي السلعه، لانه كمان عنده خيار هو في يعدل عن الشراء، يعني نعم. في غير رايه يرجع خلال مهله العشرة ايام يرجع السلعه في حال ما كانت متوفره فيها كافه الخصائص اللي هو طلبها. لهيك اكيد يعني الهدف او الشرط الاساسي انه يكون اذا كان بالمتجر يتحقق من اول شيء يعني تاريخ الانتاج والانتهاء والمعلومات حول السلعه وتاريخ يعني اكيد شو بتتضمن من خصائص ومكونات، وفي حال تبين فرق بين سعر السلعه وفق معروض والدفع عندما بيكون يعني على الكاس صار كمان هون عم بتوقع بتكون عليها هيدي بعض الاشكالات بده يكون عم ينتبه لها، وهذا حقه، وما بعتقد اي تاجر رح يرضى او يقبل يكون انه يصير هالنزاع هيدي الامور الشكليه، لانه رح ترون عم تعرضه للملاحقه. نتمنى يعني أكيد. نحن بنتمنى على المواطنين يكونوا اول شيء عم يضمنوا حقهم بالوصول للمعلومات، لانه المعلومات بتامن لهم الحمايه اللازمه والحمايه الكافيه اذا سلحوا حالهم بالمعلومات وعرفوا كل المعلومات الخاصه بالمنتج اللي عم يشتروه، هيدا شيء ضروري. وبالنهايه نحن اكيد ما نتمنى انه هالازمه الاقتصاديه الشرائيه تكون عم تمرق على خير على كل المواطنين. هو يعني بصراحة الأساس هو نحن اليوم، يعني صحيح العمل القضائي بتلاقي نحن اليوم متعسر يعني بظل هالأزمة، وشايفين نحن أنه في إضراب محامين والقضاء تقريبا مرفق العدالة بدنا نقول شبه متعطل أو معطل، فبالتالي أنا يعني برأيي الحفاظ واحترام الأحكام القانونية هو الأساس، يعني اليوم إذا حدا عم يستفيد من هيدا الوقت الضائع بالنهاية رح يكون عم يتكون ملف عليه، ورح تتم الملاحقة بعد ما يتم استئناف العمل يعني على العمل القضائي، ويتكون هون عم ينزل فيه جزاء، والجزاء بيكون قاسي. نعم. يعني احنا كمان بندعي
التجار على كافة أنواعهم، كمان يكونوا عم ياخذوا بعين الاعتبار بنود القانون، ويكونوا عارفين أنه الملاحقة القضائية فيما بعد جاي، حتى لو هلأ في بعد وقت ضائع. الفوضى فينا نقول. نعم أستاذ سليمان مالك، أنا بدي أشكرك على معلوماتك القانونية القيمة اللي دايما بتقدم لنا شكرا إياها، لحضرتك. بتمنى نكون عم نفيد المشاهدين قد ما فينا بظل هالأوضاع الصعبة اللي عم صحيح، نعيشها. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم بس بعد البريك.